بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن في هذا الجزء الثاني سنتطرق إلى حساب الطاقة الكامنة. إذن الطاقة الكامنة كما كالعادة نحاول نشوفوا كل لي سو سيستيم اللي عندهم انرجي بوتنسيال. نبداو بالسيلندر. لو سيلندر يمشي على ان بلون اوريزونتال، دونك ما عنديش تغير في الارتفاع. ومادام ما عنديش تغير في الارتفاع، دونك لينرجي بوتنسيال، عفوا لينرجي بوتنسيال دو سيلندر تاع غون ام تساوي صفر، لانه h لا فارياسيون دو h تساوي صفر. دونك ام جي h تساوي صفر. اذا تخلصنا من لو سيلندر. يبقاو لي النابض. عندي ثلث نوابض. عندي النابض اللي راهو مكروشي في لو بوين ا، عندي في لو بوين بي، عندي في لو بوين او. وهنا عندي الرولمون سون كليسمون. واش معناه اخواني؟ تبعوني. معناه لو سيلندر يكون هنا ثم ينتقل ويولي هنا، واش ينصار؟ تبعوني. اولا عندي الانتقال تاع لو سونتر اللي هو اكس او، اللي قلنا يساوي ار تيتا. ثم عندي الدوران، ثم عندي الدوران تاع تيتا. يعني عندي في رول موسون غليسمون عندي انتقال ودوران، وانا نقسمهم دائما. التقسيم هذه سهلنا الحساب، حنا نقسموهم شغل هو في الحقيقه يصرف نفس الوقت. حنا بصح نقدروا نقسموهم ذهنيا، نقولوا بلي تنصار حركه انتقاليه ثم حركه دائريه، النتيجه نفسها. علاش ندير هكذا؟ باش نسهل الحساب. اذا انا نقول صرا انتقال، كل شيء ينتقل بار تيتا ثم ينصار دوران. تبعوني مليح. اذا الانتقال الكلي انا رسمناه لكم هنا. علاش درت لكم الشيما هذا؟ الشيما هذا ما يجيش مع التمرين، بينما انا زدته باش يكون مرسوم افضل. تبعوني مليح. تبعوني مليح. هذا لو اكس او، هذا لو اكس ا، وهذا لو اكس بي. النابض اللي يكون في لو بوين ا هذه الاستطاله نتاعو، هذه الاستطاله نتاع النابض نتاعنا. اذا انا كي نحب نكتب لينيرجي بوتونسيال تاع لو روسور في لو بوين ا لازم نكتبها ان دومي كا اكس ا او كاري، على جال هي استطاله النابض. وكذلك بالنسبه لينيرجي بوتونسيال تاع لو روسور بي لازم نكتبها ان دومي ك اكس بي او كاري. ونفس الطريقه بالنسبه للنابض اللي راهو في لو بوين او اللي يساوي ان دومي ك اكس او او كاري. الان المطلوب منا انه نعرفوا شحال اكس ا، شحال اكس بي، شحال اكس او. اكس او معروف نبداو به لانه حسبناه مقبل. دونك هي سي ان دومي كا ار كاري تيتا كاري. اكس او شفناها في الانرجي سينيتيك. بقى لنا اخواني، بقى لنا لو اكس ا. مثلا اكس ا هو هذا زائد هذا. اذا اكس ا اخواني الكرام هو اكس او زائد هذا. مثلا سموه حاجه وخلاص، سموه دي مثلا، المهم نسموه دي. اكس او معروف هو ار تيتا خلاص، زائد دي. واش يساوي دي؟ نقدروا نستعملوا هذا المثلث او ا سي ار. او ا هاي هي الريم، او ا هي الريم صح. بيان سور هذه راه الزوم هنا، ما تحسبوليش هذه الدائره كامله، يعني هذه ماهيش الدائره كامله هنا باش نتفاهموا. هاني راسم لكم شغل كبرتها، راني راسم هذا لابارتي هي راني مكبره هنايا. ما تقارنوليش شغل الشكلين تقولوا باللي او ا هذاك هو الدائره كامله. لا، هو نصف الدائره، هو لوريون. اذا نعاود باش تكون الامور واضحه.
إذن عندي المثلث هذا، عندي هنا لونغل، عندي هنا لونغل تيتا، دونك نشوف لي هذا راهو مقابل وهذا الوتر ار، هو الوتر ودي راه المقابل، دونك دي نقدر نقول بلي هو ايضا ار تيتا. اذا جيني 2 ار تيتا، جيني 2 ار تيتا، هذه بالنسبه للاكس ا. بالنسبه للاكس بي نمشي بنفس المبدا، نمشي بنفس المبدا اكس بي، نقول بلي فيه اكس او هذا هو هاوليك، زائد هذا نسميه دي بي مثلا، نسميه ال ولا المهم نسميه او تسميه برك. دونك هنا تجيني اكس او بلس ال، ال نجيبو من هذا المثلث. دونك هذا المثلث هنا او بي كانوا عطاوها لي بلي ار سور دو، والال راهو مقابل تيتا، دونك نقدر نكتب ال، هذه ايضا نكتبها ار تيتا زائد ار سور دو سينوس تيتا، وهي تيتا ايضا هنا، هنا ما مكتب لكم ار سينوس تيتا وهي ار تيتا بسبت لي فابلو سياسيون، كذلك هنايا مامو ار سور دو سينوس تيتا وهي نفسها ار سور دو تيتا، صح. الان فاسيلمون نقدر نكتب لينيري سينيتيك U K في البوان A، تاع الرسولة في البوان A تجيني ان دومي K X و A و كاري، دونك سي 4 R و كاري تيتا و كاري، وهنا عندي الواحد والواحد ونص، دونك 3 سور 2 R تيتا، دونك U في البوان B تاع الرسولة في البوان B تجيني ان دومي ك 3 سور 2 دونك 9 سور 4، 9 سور 4 ار كاري تيتا كاري. الان بقات لنا لينرجي سينيتيك توتال تاع السيستم هي او ك في البوان ا زائد او ك في البوان بي زائد او ك في البوان او، وتساوي في لو بوان ا خرجت لي ان دومي، دونك نخرج كاع ان دومي اون فاكتور ونخرج، ولا الافضل باش ما نتلفها لكمش، خطرات نجي نزرب بصح افضل ما نزربش، او تساوي نجي نكتبها الاو عند الاخر خرجت لي ان دومي ك 4 ار كاري تيتا، زائد عند البي خرجت لي ان دومي ك 9 سور 4 اللي هي 3 سور 2 دونك او كاري 9 سور 4 ار كاري تيتا كاري، زائد عند الاو هي اكس او دونك ار تيتا ان دومي كا ار كاري تيتا او كاري. الان كالعاده نخرج ان دومي اون فاكتور ونخرج تيتا اون فاكتور، هنا تبقى لي 4 كا ار كاري زائد 9 سور 4 كا ار كاري زائد ك ار كاري، نقدروا نجمعوا هنا ان دومي، نقدروا هذه نضربوا في 4 ونقسموا على 4 دونك تولي 16 بلس 9 بلس، انا نضرب في 4 ونقسم سير 4 تولي 4 سير 4 ك ار كاري تيتا كاري 16 و 9 نورمال مو 25 و 4 نورمال مو 29 29 سور 4 إلا ما غلطت في الحساب إخواني تيتا أو كاري، وهذا اللي نسموه نقدروا نخرجوا، نقدروا نخرجوا ك 0 اللي هو 29 سور 4 ك ار او كاري، هذا نحتاجوه من بعد كي نجيو نخدمو ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون. المهم الحساب الطريقه هذه هي ممكن نكون غلط في الحساب، ممكن خرج لي الرقم شويه جاني غريب، ممكن نغلط في الحساب وممكن راه صحيح، المهم المبدا هذا هو المبدا راه صحيح، وممكن انا ايضا ممكن نراجع التمرين نشوفو شحال ديت كا هنايا، ممكن دوك نشوفو كا
شحال لقيناه هنا. اذا هذاك هو 29 سيركا. اذا ما غلطش في الحساب، ما غلطش في الحساب نتاعنا، ما غلطش في الحساب. هذاك هو كزيرو، هو 29 سيركات ك ارو كاري هو كزيرو نتاعنا. اذا هكذا نكونوا حسبنا لينيرجي بوتونسييل دو سيستيم. في الفيديو القادم ان شاء الله نشوفوا ليكواسيون ديفيرونسييل دو موفمون. انا انتظر قبل ما نختم الفيديو، انتظر انه الكثير منكم مازال عنده اشكال في الرولمون غليسمون. كثير منكم اظن انه مازال عنده اشكال في الرولمون غليسمون، ولكن انا واش ننصحو انه ماشي هذا هو التمرين الوحيد اللي فيه الرولمون غليسمون. وبالتالي هي جايه تمارين، وفي كل ما نتقدموا في التمارين وتمر علينا راح نزيدوا نشرحوا اكثر، يبانوا تفاصيل اكثر، وبالتالي بالممارسه راح تفهمها افضل. اذا شي عادي انك من اول ممارسه ما تفهمهاش، ولكن كل ما تضيف الممارسات، كل ما تكثر الممارسات، كل ما تكثر حلول التمارين، كل ما تبدا تفهم افضل وتكتسب مهارات افضل وتولي تفهمها افضل. يعني الشيء هذا طبيعي، لهذا احنا نحلوا تمارين كثيره، لهذا اصلا حلوا التمارين، لانه يعني تشوف نديروا الكور ثم نديروا ليزكزيرسيس. يعني الشيء هذا طبيعي انك ما تفهمش في المره الاولى ثم المره الثانيه الثالثه، وكل خطره يبدا يتحسن الفهم، يتحسن الى غايه وين تفهمها جيدا من كل الزوايا. اذا وصلنا الى نهايه هذا الجزء، الى الجزء الثالث ان شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.